السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه للجميع. بدايه نشكر الصحافه بطبيعه الحال للتتبع ديال هذا الملف هذا اللي هو في الاخير المطاف قضيه ديال الراي العام. هي قضيه انسانيه وقضيه اجتماعيه. في الحقيقه اليوم كانت الجلسه مدرجه هذا الملف هذا وهي الجلسه الثانيه بطبيعه الحال اللي تاخرت بدورها الى جلسه ثالثه المدرجه يعني يوم الثلاثاء الذي يصادف طبيعه الحال تاريخ 14/11 يعني على الساعه 12 صباحا بطبيعه الحال. الكلمه الفيصل والكلمه الاخيره بطبيعه الحال هي للقضاء. الدفاع بطبيعه الحال اللي هو منصب في هذه الملفات جزء من هذه الملفات بطبيعه الحال ما يقدر العدد ديالها يعني تقريبا واحد 20 يعني مدة عليه اللي توصلوا يعني بطبيعه الحال باستدعاء من طرف هذه الشركه هذه. غيقول الكلمه ديالو بطبيعه الحال في المذكرات وكذلك يعني ربما في الجلسه القادمه اللي في اخر المطاف. اعتقد ان الكلمه الدفاع ان شاء الله غادي تكون كذلك يعني حاسمه. وكنشكروا الجميع على الصبر ديالو والتحلي ديالو بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.